هلا تركي، من طول الغيبات جاب الغنايم، وش عندك؟ هلا 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 عامر، شلونك؟ والله بصراحة تزوجنا وابتلشنا، يعني انشغلنا. والله اشتقت لكم في الاستراحة، كيفكم وكيف العيال؟ طيب سير علينا. ان شاء الله قريب بإذن الله، بس عامر بغيتك في فزعة. عامرني. ما يمع لك عدو حبيبي، أنا بصراحة ببيع عفش الشقة وبوديه الحراج ومحتاج الونيت حقك تكفى. أبشر بعزك، ما طلبت شيء، خلاص أنا مرك. كفو عامر حبيب قلبي، خلاص أبى أسلك اللوكيشن حق شقتي ومنتظرك. يرحم والديك لا تتأخر حبيبي، مع السلامة، باي باي. يا عجوبتي يا قلبي، ترى ما لنا إلا هالحل، ما في غيره. حنا نبيع أثاث الشقة ونستأجر شقة مفروشة، وبعد ما تجي الجمعية حقتك نستأجر شقة جديدة. يا سلام، ما أقول إلا مالت علي وعلى حظي. أنا لو ما أحبك ورحمتك ولا كان ضسيت بيت أهلي وسحبت عليك. يعني تحبيني يا عجوبة؟ ايوه موت عليك. ها يا الاسمر يا زين، يا الاسمر يا زين، حبك اسرني خلاني انسى احوالي. يا حبي لك تركي متزوج اندرتيك الرمهينة. ام عامر. هلا. وش طابخه اليوم يا ام عامر؟ طابخه الجريش وقرصان. رح أجلس بالصالة وأنا أغرف لك. لا والله، أغرفيني بحافظاتها بأخذ من الاستراحة. تراك انهبلت بعد الاستراحة. أجلس كل معي وبعدين رح لهم. يا بنت الحلال، أخوياي معزمين لك شتوب الدهنة، أغرفيني بحافظتين كبار وخلي أخذها معي. ها وش ذا الحافظة الصغيرة؟ تبيني اقعد اكل قدامهم زي قطو؟ حطي حافظه سبيلي هبه الغنيمه. على هونت، على هونت ستكسر المواعيد. كفو يا صديق كفو، حطوها بالهلي. ها شوفوه قدام العمارة. يا قلبي، إذا نحل ظروفنا أوعدك بناخذ أثاث أطلق منك. من تزوجتك وانت تسحبني على وجهي بوعودك اللي ما شفت منها ولا شيء؟ طيب، هدي انت يا الحين، هدي. الله يرحم والديك، بإذن الله تنحل الأمور.